الدرايفز والباور الكترونكس مرتبطين بشكل كبير بالمحركات، لانه احنا بشكل عام اي محرك راح نشغله راح نتحكم بالسبيد وبالتورك تبعته. فانت ما بكون عندي درايف، هون عندي مثلا الكتريكال درايف سيستم، وهذا عماله بتحكم في محرك او اكتويتر، هون راح يكون في عندي تورك وراح يكون في عندي سبيد راح ارمزها باوميجا او ان. اذا اجيت طلعت على هذا السيستم ممكن اوصف الاوبريشن للدرايف بشيء اسمه الفور كوادرنت اوبريشن. كوادرنت معناها ربع، هي ربع، هي ربعين، هي ثلاثه، هي اربعه. الاكسس اللي موجوده هون انا راح احط هون السبيد وراح ارمزها بالرمز ان، وحدتها مثلا ار بي ام، وراح احط هون تورك وراح ارمزها بالرمز تي، وحدتها طبعا نيوتن متر. هلا اذا كان عندي راح اخذ انا مثال على سياره، السيارة بدي امشيها بهذا الاتجاه، راح افترض الان انا انه التورك بدي احط تورك على العجل او العجال بحيث انه يتحرك بهذا الاتجاه، فراح اعتبر انه الفورس او التورك بهذا الاتجاه بوزيتيف، وراح اعتبر انه السبيد ام او في بهذا الاتجاه كمان بوزيتيف. هلا خلينا نشوف بدنا نبدا، بدي احرك السيارة بهذا الاتجاه، ايش بدي احط التورك اللي عليها تتحرك بهذا الاتجاه؟ بوزيتيف، مش هيك؟ والسبيد شو راح تكون اللي راح تنتج؟ بوزيتيف. اذا انا الان بشتغل عمالي، يعني خلينا احط هون هلا السبيد، خلينا افترض ان هاي في اوف تي، وهي مشت السياره بهذا الاتجاه. اذا السبيد ايش؟ بوزيتيف، والتورك؟ بوزيتيف. اذا انا عمالي بشتغل في الكوادرنت الاول، وهذا بنسميه فورورد موتورنج. فورورد موتورنج لاني ماشي الى الامام وعم بعمل موتورنج مش جنريتنج. هلا خليني افترض انه السياره وصلت عند النقطه هاي، وانا بدي اياها توقف باللحظه هاي. بريك. شو بدي اعمل بريك؟ كيف بدي اعمل بريك؟ نيجاتيف. كيف بعمل التورك نيجاتيف؟ شو بدي اعمل؟ لو انا عندي محرك دي سي بعكس البولاريتي. بعكس البولاريتي. اذا هون راح يصير عندي التورك في الفتره هاي، اذا هذه هون كوادرنت واحد، التورك بوزيتيف والسبيد بوزيتيف. طب الباور ايش؟ بوزيتيف. باور بوزيتيف، ليش الباور بوزيتيف؟ التورك نيجاتيف وسبيد. طب شو يعني بوزيتيف؟ ايش يعني الباور بوزيتيف؟ يعني في باور بستفيد منها الباور معناتها. اذا الباور عم تجيني من السبلاي وبتدخل على السيستم. الباور بوزيتيف يعني معناها عم تيجي من البطاريه او الشيء الموجود هون عم تدخل على السيستم. ليش عم تتحول هاي الطاقه اللي اجتني من البطاريه؟ ميكانيكال. ايش نوع الميكانيكال؟ كانتك. احسن كانتك انرجي. اذا الطاقه رح تدخل على السياره هاي رح تتحول لكانتك انرجي هاف ام في سكوير. اللي طلعت البطاريه كيف بقيس الباور اللي طلعت البطاريه؟ كيف ممكن اقيسها؟ ايش بحسب؟ ايش بضرب؟ دي سي، بطاريه دي سي. ايش الباور الكهربائيه بتساوي؟ فولتج في الكرنت، وبعملها انتجريشن مش هيك؟ فتعطيني جولز، لانه الفولتج في الكرنت شو بتعطيني؟ واتس. والواتس اذا عملها انتجريشن شو بتعطيني؟ جولز. فتحولت الطاقه الكهربائيه طلعت البطاريه تحولت، اذا الباور هون كمان راح تكون بوزيتيف باور. معنى بوزيتيف باور انه باور فلو الى اللود. اذا باور فلوز الى اللود وتحولت لكينيتيك انرجي عند النقطه هاي راح يكون عندي هاف ام في سكوير، واللي هي الانتجريشن تبع في اوف تي اي اوف تي دي تي من 0 ل تي. مش هيك؟ وهي وحدتها شو راح تطلع؟ انرجي. اللي تساوي هاف ام في سكوير عند النقطة هاي، إذا ما كانش في عندي طبعا لوس اوف فريكشن. إذا هون عند النقطة هاي ايش اللي راح أعكسه؟ راح أعكس مين؟ تورك. وين التورك نيجاتيف؟ في ال تحت. السبيد بوزيتيف ولا نيجاتيف لساها؟ لساها بوزيتيف. ليش؟ لأني لسه ما وقفت. الفترة هاي السيارة لسه هون، هل فجأة رح تتغير سرعة السيارة من هون وتنعكس؟ ما بقدر، السيارة ضخمة، وزنها طن أو طن ونص. إذا رح أنتقل أنا من هون إلى الكوادرنت الرابع. رح يكون عندي التورك إيش هون؟ نيجاتيف. سبيد بوزيتيف. إيش الباور؟
نيجاتيف باور. شو يعني نيجاتيف باور؟ يعني المفروض هلا اللي يصير بالانفرتر اللي موجودة او بالجهاز او الباور الكترونيك ديفايس اللي موجودة تاخذ الكينيتيك انرجي مش هاي رح تنزل في من هون قديش رح تصير في بالنهاية؟ زيرو. اذا الكينيتيك انرجي هاي شو رح تصير؟ رح تتحول لطاقة كهربائية. وين رح اشحنها؟ في البطارية. هاي وقفت هون عند النقطة هاي. يعني النقطة هاي بالزمن مش عند النقطة هاي في المكان اذا بدنا نكون دقيقين. النقطة بالزمن لانه هذا الاكسس هلا ايش في الوقت الحاضر؟ تي مش بي مش اكس. لو بدي ارسم اكس حيكون شكله مختلف شوي. طيب اذا هون راح اكون انا بالكوادرنت الرابع وهذا راح نسميه فورورد جنريتنج او فورورد بريك. اذا كان دي سي موتور راح يتحول لجنريتر وراح يرجع الطاقه لوين؟ للبطاريه او للباور سبلاي. طيب قررت هلا بدي اعكس، بديش الف السياره واحطها ريفرس، بديش الفها الف السياره، بدي احطها بالريفرس وارجعها. شو بده يكون التورك الان؟ نيجاتيف. نيجاتيف. والسبيد؟ نيجاتيف. لحد ما اوصل النقطة هذه. الفترة هاي التورك نيجاتيف والسبيد نيجاتيف، بأي كوادرنت راح أكون؟ الثالث. تي نيجاتيف، في ان نيجاتيف، إذا الباور ايش؟ بوزيتيف. بوزيتيف، شو يعني؟ بس يعني طالع على البطاريه بتروح السياره. طب ما هو ماشي السياره بعكس الاتجاه، رح تكون الكينيتيك انرجي كمان بوزيتيف للسهم؟ لا، بس الكينيتيك انرجي بيستفيد منها، بتسوي لود للسهم. لا لا، انتبهوا جاوبوا الجواب الصحيح. السياره اذا ماشي بهذا الاتجاه بتكون الكينيتيك انرجي بوزيتيف، واذا ماشي بهذا الاتجاه شو بتكون الكينيتيك انرجي؟ كمان بوزيتيف، مش هيك؟ هي اف ام في سكوير، في عمالي بربعها وام بوزيتيف دائما. فهي مش مشكله السياره ماشي بهذا الاتجاه وهذا الاتجاه خسرت الطاقه كينيتيك انرجي. إذا الباور هون راح يكون عندي هون الكوادرنت الثالث وهاي راح تسميها ريفرس موتورينج. ريفرس موتورينج والطاقة الفلو تبع الباور راح يكون من إذا هون عفوا هون الباور فلو راح يكون في الحالة هاي نيجاتيف يعني فروم لود تو سبلاي أو تو سورس. هذيك هون رح تصير ريفرس موتورينج رح يكون باور بوزيتيف يعني الباور عمالها بتروح من البطاريه الى اللود. طيب لو بوصل عند النقطه هاي ايش بدي اعكس؟ التورك. اذا عكست التورك هو التورك نيجاتيف شو رح يصير الان؟ بوزيتيف. اذا وين رح يطلع؟ رح يطلع فوق. بس السبيد لساها ايش؟ زيرو. لساها نيجاتيف من هون اذا رح يكون في الكوادرنت ثاني. الباور ايش رح التورك ايش هون؟ بوزيتيف. السبيد نيجاتيف. اذا الباور نيجاتيف. اذا رح ترجع الباور كمان رح اخذ الباور الكينيتيك انرجي كانت هون رح ارجعها للسبلاي. هذا رح يكون عندي الكوادرنت الثاني. هون عندي التورك نيجاتيف وسبيد نيجاتيف. هون التورك بوزيتيف وسبيد نيجاتيف والباور نيجاتيف. هون الباور بوزيتيف. ماشي واضح؟